حماس استلم ثلاث رؤساء، هاشم الأتاسي ولؤي الأتاسي ونور الدين الأتاسي. كان بحمص في عنا مثلا يقولوا له خميس الحلاوي، يلتهم فيه أخي، وهذا خميس الحلاوي بصير بتاني خميس من شهر نيسان، يبيعوا الحلاوي يشتروا هالعالم ويأخذوا هالحلاوي، كل واحد يشتري له 10-15 كيلو ويطلع على المقبرة، يصير على المقبرة يوزع على روح الأموات. عنب بلدي بودكاست. عودة إلى حمص، تلك المحافظة السورية الغنية بناسها وبدورها على المستوى الثقافي والفني والسياسي. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أحياء حمص العريقة، ويصطحبنا فيها سبيع الجوب ليحدثنا عن جوانب وتفاصيل عاشها وشاهدها. هو الحي باسم بيت السباعي، لأنه بيت السباعي عيلة كبيرة، تاني عيلة بتعد بحمص، سموا الحي على اسمه لأنه سكنوا كلهم فيه بني السباعي. الأصل تبعهم هني 14 أخ، وال14 أخ بالأساس إجا أبوهم وإجت العيلة تبعتهم من أصلهم من المغرب. بيت السباعي أصلهم من المغرب، يعني أنا بعد لك من بعد أسماءهم، في مثلا السباعي الحاف، في أخي دراء السباعي، في مفتي السباعي، في أتماز السباعي، هدول أخوي، يعني هدول الأصل تبعهم من المغرب. أنا بتذكر كتير بيت السباعي لأنه هن عيلة بيت السباعي بحمص عددا، تاني عيلة بحمص عددا، ده كان عيلة كبيرة، يعني بجوز تعدل لها 40-50 ألف نسمي. سموا الحي باسمهم، بس صلن يعني ميات السنين بحمص، يعني مو إنه والله جايين من حمص مثلا صلن 50 سنة أو 100 سنة، صلن ميات السنين. يعني حي بني السباعي يعتبر حي من أحياء حمص القديم جدا، وبنص المدينة، نص المدينة هذا الحي. هلا نحن بنعرف مثلا أخيو، أنا بعرف كتير بني السباعي، مثلا في كان الدكتور روح الدكتور اللهم صل على سيدنا محمد مازن السباعي، يعني حتى يعني بدي اقول لك بيت السباعي يعتبروا اول عيلة بحمص ثقافيا، يعني عندهم ثقافة كبيرة. والله هلا الاسماء يعني ما هالجاي مثلا 100%، في مثلا دكتور سامي السباعي، في دكتور سامي السباعي مثلا هذا قديم، وفي اسماء كثير، يعني اسماء كثير، في مدرسين كثير طالعوا اجيال، يعني في منهم المشايخ، في أخيه ماجد السباعي شيخ، يعني فيهم علماء كتير، فيهم بيت السباعي، فيهم علماء أخيه يعني غير دين مثلا، فيهم دكاترة، فيهم مهندسين، فيهم محاميين، فيهم نسبة كبيرة مدرسين شعراء، فيهم أخيه صيادلي، فيهم رجال يعني أعمال، يعني مثلا فيهم أخيه أعمال حرة كتير. مصطفى السباعي أخيه، في كان عندنا مصطفى السباعي شيخ، وفي هلا بدك تجعل في شيخ مصطفى السباعي، بس في عندهم بيجي 100 اسم مصطفى السباعي، بيجي عندهم 100 اسم مثلا محمد السباعي، يعني الأسماء معدد كتير. لكن عندهم مضافي، لكن عندهم مضافتين بدل المضافي، عندهم مضافي بحي الأديب تبع حي بن السباعي، عندهم مضافي، وعندهم مضافي تاني بحي الغوطة، حي هذا من أحياء حمص، يعني كمان عندهم مضافي تاني، عندهم مضافتين. المضافات بيعدوا بيستقبلوا، بيسهروا فيه مثلا، بيعملوا أفراح فيه مثلا، في منهم بيحبوا يعملوا العرس مثلا، عرس أولادهم بالمضافي، في منهم أخيه بيعملوا العزة بعيد عنك، يعني كمان بالعزة بصير بالمضافي، هيك بيجتمعوا فيها العيلة. في جامع لكن بالحي اسمه جامع العدوية، بيقولوا له جامع العدوية لأنه بقلب المضافي عندهم في مقام لرابع العدوية، هذا الجامع بحيون سموه أخيو اسمه العدوية. في تابع كان أخيو حمام اسمه حمام الباشا،
هذا حمام قديم اسمه حمام الباشا، ونحل منه صاحبين هذول بيت فرش كانوا يقولوا لهم، بيت المصري، بيت المصري ايه. وفي حمام اسمه حمام العثماني، في حمام الصغير، هذا كله قريب على الحي يعني على لزق الحي. وفي اخيو ايه هذول الحمامات، في حمامات بيجي 15 حمام بحمص. هذول تقريبا يعني الحمام الباشا بقلب الحي يعني على اطراف الحي، هذوليك بيفصل الشارع بينهم يعني. في مثلا سوق المسقوف اذا رايح على حمص نقول له سوق التجار، نحن سوق المسقوف، هون بقلب منه في حمامين، حمام الصغير وحمام بيقولوا له حمام العثماني. كان اخيه من الظهر للعشي للنسوان، ومن العشي لتاني نهار الظهريات للرجال، بعدين التغى النسوان صار يفتح الحمام من بكير للساعه 8 المساء بس للرجال، وقت التغى للنسوان لغوا النسوان. لك كنا اخيه ايام الشتي نضل نروح على الحمامين ما نطلع من الحمام. في كان اخيه معروف واحد كنا نحن هذا اكثر شيء بحمام العثماني يقولوا له ابو صبري، حتى يعني حتى حمام العثماني لحد الان يعني كانوا فاتحينه ما قبل الثوره، كان مفتوح وكان عم يستقبل زباين يعني، هو حمام الباشا. كان هذا يقولوا له ابو صبري، كان مكيس، هذا قديم هذا الحكي يعني من زمان يعني، لانه وقفت الحمامين فتره وردت رجع هذا العثماني فتحوا يعني يحيوا فيه حفاد يحيوا فيه سهرات يعني، لانه كان قديما العالم ما عنده حمامين بالبيوت يعني، كان تقريبا يعني بالالف بيت لتلاقي بيتين اخيو فيه عندهم حمامين هالاغنياء. اما الشعب المتوسط كله ما كان عندهم حمامين، بيروحوا يتحمموا بالسوق اجباري عنهم يعني، خصوصا بايام الشتي، بايام الصيف يتغسلوا بهالعتبي، يعلقوا اخيو هالبوابير ويسخنوا هالمي ويتغسلوا فيها. قدم حي السباعي أسماء كثيرة كانت لها مشاركات على المستوى التعليمي والثقافي والرياضي، وكان لها نصيب كبير في تقديم حمص وسوريا للعالم. لهذه الأسماء حصة كبيرة بالفن من إنتاج موسيقي وغنائي وحفاظ على التراث، وذلك من خلال الأصوات والعازفين والشعراء الغنائيين والفرق الشعبية وفرق الإنشاد الديني. كان عندنا شاعر وكاتب يعني كاتب الموشحات أمين الجندي، الشيخ أمين الجندي له كتب يعني وله الموشحات كلها هاي اللي بيقولوها الحلبية هي لأمين الجندي، هاي الموشحات اللي كانوا يقولوها بالأحفال بالحفلات بيقولوها بالموالد، شايف شلون؟ هاي لأمين الجدي، هاي بنفس الحي، هو بحي بني السباعي هذا أمين الجدي. كمان عيلة منيحة بيت الجدي، عيلة يعني كمان ما ناكل كبيرة، لا ما أنا كبيرة يعني أكتريتهم تجار يعني. نحن في عنا بالحي نحل مننا جيراننا بياعين توابل بيت الجدي الله يرحمه اسمه حج نايف الجدي، بياعين توابل عندهم محلين ثلاثة يعني هن أولادهم يعني هدول بيت جندي يعني تجارات حرة، أكتريتهم تجارات حرة بيت الجندي. هلأ بيت الجندي بجوز أخذوها إنه كان بالأساس إنه جندي، مثلا كان جندي مثلا من عدور، بجوز أخيو مثلا كان عدور سفر برليك عدور الأتراك على دور الكذا جندي أخذوها كثير كني. هلأ كثير في عنا بحمص يعني في كلمات كثير كنية سموها على الاسم المهني، وضوعوا هاي الأصول. هلأ هاي إجت فرنسا يعني، فرنسا هي ضوعت أصول العائلات يعني، في عائلات كتير مثلا بيقولوا لهم بيت حسون، كانوا يشتغلوا النجارين سموهم حسون النجار يعني مشان ما يضوعوا كنوتون حطوا نجار، في منهم سموهم بس نجار. في مثلا بيت البيطار، هاي بيت البيطار في عنا بيت البيطار 20 عيلة ما بيقربوا بعض يعني ضوعوا لهم أصولهم. أما في كبارية محافظين
انه نحن اصلنا من بيت الفلان، بس مع التزامن مع الزمن عم تضيع العيله هاي كلها. من عدور فرنسا صارت الاسماء هاي يسموها حسب المهنه، بيت الحداد، بيت الخياط مثلا، شايف شلون؟ هاي بيت الصواف، بيت اللبابيده، يعني هذول كلهم مثلا بيت اللبابيده كانوا يشتغلوا باللباد. اللباد معروف شو هو اللباد، يدحلوه ويعملوه اخيو للصوف يعملوا لباد، سموهم بيت اللبابيده. وفي بيت القصاب مثلا بهنون اخيو كانوا قصابي، يعني ضوعوا الاصول. هاي فرنسا هيك عملت بالشعب. أولاد عمي ستة أخوي، والستة كانوا أبطال. يعني عنا الكبير كان بالمصارعة واستلم اتحاد المصارعة العسكري العقيد محمد علي عجوب أبو سعيد. وعنا كان أخوه بطل الجيش بالحديد بالأسقال. وعنا أخوه كمان أخذ بطولة أخيه بالحديد. وعنده أخ هذا عمره هلأ 70 سنة اسمه سالم عجوب، أخذ البطولة العرب 3-4 مرات، وأخذ الثاني على العالم العسكري، وأخذ الثاني بآسيا بالحديد. وعنا الأصغر منه، عنا الأصغر منه بطل سوريا بالحديد والبوكس. عنا الأصغر اسمه نعسان عجوب كمان هلأ بأمريكا محترف، بس هلأ معت لعيب كبير كمان وزن ثقيل، بطل سوريا والعرب كمان بالبوكس. وعنا كان بلاعب ايه، هدول من عنا من العيلة يعني. وفي عنا كان عنا غانم السباعي كان يلعب بنادي الكرامي من الحي، غانم السباعي. وكان عنا ملاز السباعي كمان كان لاعب بالكرامي كمان، هذا كمان بالقدم، هذا بالنسبة للحي يعني. الحي لا، هلا جمهور الكرامي 90% من الحماصنة لجمهور الكرامي، يعني تقريبا 90%. يعني إذا التقى مثلا بالملعب 40,000 بلتقوا خيو 35,000 كرامي و 5,000 مثلا للوسبي. يعني هذا بالنسبة للكرامي والوسبي، يعني دول منافسين على طول. الساروت كان الكرماوي، كان الكرامي الله يرحمه ويتولى برحمته يا رب. كتير وصلوا ما شاء الله يعني لكأس آسيا، يعني وصلوا ما شاء الله أخي، لعبوا النهائي يعني وقفت ها على كف عفريت بياخذوا كأس آسيا، ومع انه ونادي يعني مادياته ما هالماديات القوية، يعني ما خلوا ولا نادي بالخليج اللي دافعين عليهم ملايين الدولارات. ونادي الكرامي تفوق عليهم كلهم، تفوق على القادسية الكويتي، تفوق على الاتحاد تبع جدي، تفوق على الوحدة تبع الاماراتي، على تبع قطر، يعني على ايراني، على فريق الايران تفوق، يعني تفوق يعني على كل هدول ما شاء الله. ومع انه الماديات تبعته كتير بسيطة يعني جدا، ولعبته كلها يعني شعب فقير، يعني ما معه هالمادة القوية يعني. ضيفنا سبيع عجوب عاش مراحل العراق السياسي والتغيرات التي تأثر بها السوريون بعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كان أميل حافظ عنده جيش أخي عامله اسمه الحرس الوطني. هذا الحرس الوطني مثل الحرس القومي أيام ما تتذكر بالضبط. كل نهار ممنوع التجول على طول، ممنوع التجول. ليش؟ لأنه خيفان أخيهم الأز، يعني ما كان مقبل منيح. يعني في سلم أخي رئيس اللهم صل على لؤي الأتاسي، استلم 3 شهور ما طوال. كمان قام عليه، استلم نور الدين الأتاسي، عملوا على انقلاب أخيو هدول اللي هن هلأ موجودين بمساعدة أخيو طلاس ومساعدتها العالم هاي اللي هلأ ما بدنا نحكي عليهم. يعني هالناس هاي شايف شلون، هدول ساعدوا أخيو. وكان قبل منا في أخيو الشي شكلي، وكان القدسي
هذول كلنا نحن ننام على الرئيس ونقعد على الرئيس. يعني في رؤساء استلموا ليلي ليلتين ما بنتذكر اسمائهم اصلا يعني. واستلم هاشم الاتاسي، وهاشم الاتاسي استلم فتره كماني، كمان هاشم الاتاسي استلم كمان اخيو. وشكر قوه لي، شكر قوه لي هو العمل الوحدي مع جمال عبد الناصر. هلا نحن كنا اولاد بالمدارس، نجي اخيو المدرسه تطلع المدرسه يعني يكون في شيء انقلاب جديد، نطلع نحن نبرم على المدارس كلها، نصير نطالع نوقفوا على الدراسه. نحن اولاد يعني نقول طالعوهم بدنا اياهم، طالعوهم بدنا اياهم، وندق على باب المدرسه يطالعوهم يفوتسوا. نمشي بالشوارع اخيو عاد مين اللي مثلا الرئيس اللي كان موجود اللي رايح، نصير عاد نهدف ضده. شايف شلون مثلا ايه هيك. وعلى هيك وقيس كل كام نهار اخيو في اخيو، كل سنه في الشغلات يعني بدنا عصر وقت من 46 طلع الاستقلال الفرنسي، واخذنا الاستقلال للسبعين 71 وقت اللي استلم هدول يمكن استلم 20 رئيس بهال 24 سنه. الحماس اللي استلم 3 رؤساء، هاشم الأتاسي ولؤي الأتاسي ونور الدين الأتاسي. اي طارت منهم ما بس منهم، كلهم من اهل السنه طارت، لانه كلهم ما ثبتوا مثل خلو بالعالم. والاستعمار ما بده ياهو، الاستعمار بده اخيو ناس يعني الشد بظهره يكونوا خاينين مثل اللي بيستلم هلا. حلويات حمص لا تحتاج إلى دعاية، فهي موجودة على الموائد السورية والعربية والعالمية. ولهذه الصناعة شيوخ كار خرجوا من الأحياء الشعبية البسيطة المتواضعة بإمكانياتها. والله أنا صار أخي عرسي بحمص، بس عاد أنا ما عملت عرس، بس أنا عملت لابني عرس الحمد لله رب العالمين. والله أنا يوم تلبست العرس أخيو لبست ذهب جوز مباريم وحلق وعقد هيك. يعني كان الغرام كان كيلو ب67 ألف، كان الغرام ب67 ورقة هذيك الأيام. يعني أنا كان أيامها أخيو نقدي كله دفعت 9000 ورقة، يعني شيء 150 غرام ذهب تقريبا. هلا هو طبيعته عرس الحماصني عامة كله يعني بوقتي أنا يعني هاي النقد بال10,000 ب8,000 9,000، هاي بالنسبة للحماس كلها يعني اللي 90%. أما في هذيك الأغنياء الكبار يصطفلوا بيدفعوا على كيفهم يعني. أما بشكل متوسط العالم كلها تدفع 9,000 10,000 كان بهداك الوقت بال84. كان من 50-60 سنة العرس تبع الرجال، العرس كانوا يوزعوا قرص معمول. اي قرص معمول، هذا يقول له قرص معمول، يعني ايش من قدمت ضيافي هذا القرص لازم تقدمه. هاي التقاليد بالنسبه لحمص. يعني بصير العرس العالم اخيو بعد هن بالعرس وضمن القعده بيضيفوا هاي القراص، نفس الشيء العرس النسوان والزلم بيضيفوا لهم هاي قرص. في ناس بكتب الكتاب بيعملوا صفرة. هاي بالنسبة للحماصني كتب الكتاب بيعملوا صفرة حلو وفواكه، يعني طاولة مفتوحة حلو وفواكه يعني، وفيها بعض الأكلات الخفيفة يعني الكبة مثلا، هاي الطرابلسية بيقولوا لها صغيرة هيك القرص يعني قد الجوزي، هاي محشي لحمي أخيو كمان بيعملوا تبولي وهالشغلات، طاولة مفتوحة بتفوت عالم تطلع عالم عليها. هذا كانوا أخيو يساووا في محلات بياعين حلو بيساووا، بس في ناس بياخذوا لهم التوابل يعني مثلا بيعملوه محشي فستق حلبي، شايف شلون؟ في ناس بيعملوه مثلا بسمنة حيوانية، في ناس ما بيحشوا اسمها غريبة بس قرص، يعني حسب المادة تبعتهم يعني شو تكاليف. اللي معه زيادة بيحشيه فستق حلبي، واللي ما معه زيادة
ما بيحشي في السوق حلبي، بيعملوه عادي يعني. هلأ في المحلات، احنا كانت هاي المحلات الشعبية، في كانوا بيت النحاس، واحد الله يرحمه يقولوا له أبو عمار النحاس بيعمل هالشي. في أخيه هذا المعمول اللي محشي في السوق حلبي، مثلا بتروح بتلاقيه عند أبو اللبن، بتلاقيه عند الناطور، بتلاقيه عند السلقينة، هدول البياعين الحلو، بيلتقى هذا القرص. بدك تصيه بتقول له بدي 100 قرص، بدي 200 قرص، بيعمل لك. في ناس يعملوه بالبيوت، في ناس يعملوه بالبيوت، يعني المرأة النسوة بيجتمعوا إذا كانوا شاطرات أخيو، في منهم عائلات بيعملوه على إيدهم وبيخبزوه أخيو على إيدهم وبينجح 100%. يعني أبو اللبن قديم كتير، أبو اللبن على دور أبوهم الله يرحمه كان يشتغل بس بالشعيبية، بس الفطيرة يعني. بعدين الأولاد اتطوروا صاروا يشتغلوا بكامل الحلو، بكامل الحلويات. تختلف كتير هلا الحلويات بحمص مميزة عن كل حلويات سوريا، مميزة في يعني فيها أخي الفطيرة بتختلف الشعيبية، يعني بتختلف كتير. يعني هلا نحن قاعدين هون بإدلب الشعيبيات اللي عندن منهم مثلا ما فيها، ما عندهم مثلا ما بيحشوا بجوز، هلا عندنا نحن بجوز وعندهم بقشطة، هون ما في، هون كلها عبارة عن قريشي وعن هيك شغلات يعني. لا شعيبيت حمص مميزة بخبيزة، مميزة بعجينة، يعني تختلف حلاوة الجبن. هلا هي بالأساس هي حموية، بس في نوع يعني كان اسمه حلاوة الجبن يقولوا لها المدلوقة، هاي يطبخوها ويكتوها تلاقي تنزل من هون تراب، اسمها هاي مدلوقة، هاي كانت يشتغلوها، هاي حموية. بس حمص وقت اللي اشتغلتها طوروا زيادة بحلاوة الجبن، صاروا يعملوا حلاوة الجبن مثلا المعجوقة، هاي المعجوقة بصبوها بصدورة وبيحطوا فوقها وجه أشط، بيحطوا فوقها أشطة فستق حلبة وقطر، في منها يلفوها وبيحشوها حشي قلبها، بيحشوها قشطة وبيلفوها وبيقطعوها بكتوا عليها القطر. اتطورت عند بحمص طوروها، أما هي بالأساس حموية، شايف شلون؟ وكانت اسمها المدلوقة، حلاوة الجبن اسمها المدلوقة، هاي كانت حلاوة الجبن. هذا الحي خصال كثيرة على المستوى الاجتماعي، فهو من الأحياء التي حافظت على ممارسة تراثها الذي ينم عن تواصل اجتماعي، جعل من أبنائه أكثر انتماء لحيهم ومدينتهم وبلدهم. التلفزيون اجى باول الستينات تقريبا، ما كان في، كان في الراديو مثلا الاول، يقعدوا كل خميس يجتمعوا كلهم، مين ليش يلتقى عنده راديو؟ يعني الحاره كلها اللي التقى لها راديو او راديين بكل الحاره، يجتمعوا كل خميس، كانت ام كلثوم تغني غناي، يجتمعوا مشان يسمعوا لام كلثوم قديما، كل هالكباريه يجتمعوا بهالحي، عند فلان مثلا اخيو، عند الاستاذ عبد المعين اخيو عنده راديو، لو رحنا نقعد نسهر عند عبد الأستاذ عبد المعين، يقعدوا يسهروا عند أخيه، يعلوا هالراديو، يعلوا يسهروا على أم كلثوم، هاي كانت هيك عيشتهم يعني، كانت أول ما يستنطروا لا يدوروا على الأخبار ولا يدوروا على شيء، لو يدوروا على الأخبار ويدوروا على شيء، لو ما وصلنا لهالمواصيل هاي. ماضية مشاكل ملتيين بلقمتهم، شعب كان فقير مستوي يعني الشعب كان طالع من الاستعمار، شعب فقير بده يدور له على لقمة الأكل يطعمي ابنه ويطعمي أولاده وأخيه، يلتهي بالأيام المناسبات الأعراس الأعياد، يلتهي أخيه شو في مناسبات مثلا بتصير، مثلا كل محافظة إلى أخيه تقاليدها إلى شغلها هيك. مثلا لا مثلا كان بحمص في عنا مثلا يقولوا له خميس الحلاوي، يلتهوا فيه أخيه، هذا خميس الحلاوي بصير بتاني خميس من شهر بشهر نيسان، بيحكم تاني خميس شهر نيسان، هذا يعملوا خميس الحلاوي، يبيعوا الحلاوي، يشتروا هالعالم وياخذوا هالحلاوي، كل واحد يشتري له 10 15 كيلو ويطلع على المقبره، يصير على المقبره يوزع على روح الاموات هالحلاوي.
وينبسطوا ويكيفوا ويضحكوا ويجوا. يجا مثلا مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم كمان أخيه يوم الحفل فيه، ويقرأ كل نهار بحارة، يضل له أخيه تقريبا حوالي 15 يوم عم ينقرأ كل نهار بحارة. تجتمع الحواير هاي هيك على بعض البعض، ينبسطوا أخيه ويكيفوا، وتلاقيهم أخيه مسرورين هيك ملتهيين كانوا. والعراضات وعراضة وهالأمر بيطلع، كان يطلع الحج يا أخي يوم ساعة الحج، وقت اللي يروح يودع العالم كله. وقت اللي يجي يزينونه يفتح 3 أيام، يجي أخي الطبالي على الباب يطبلونه يدقونه بالطبل، تطلع فيها الشباب صير تدبك ترقص على هالطبل، يضلوا 3 أيام ويوزع أخي تطلي وهو مرة ويسلموا على العالم. تطلي راحة يعني، نحن نقول لها تطلي راحة، تطلع هيك كعب الراحة قد الكف يعني تقريبا، بيطلع لها شيء 10-12 سنت وعرضها 6-7 سنت. هاي فستق حلبة، هي موجودة على طول، بس هي أول ما عملت للحجاج، بعديها هلا صاروا في عالم كتير بيوزعوها بالأعراس، يعني هلا صاروا كتير عالم بيوزعوها هلا، يعني القرص هذا اللي كنا أول يوزعوه يعني هلا تقريبا شبه بطل، يعني هلا بيعملوا علب فيها شقفة راحة، فيها قراميلا، فيها شوكولاتة، يعني كي هيك مجمع صغير أو صرة، يعني هاي المعمول ما عاد حد يساوى، يعني هاي في كتير شغلات يعني بطلت، يعني تقريبا يعني العالم صارت يعني تركض للوجاهة أكتر. والله أخيو هلأ بالأعراس بنجيب نحنا، يعني هلأ كله درج هلأ الموالد، الأعراس الغني وما غني تقريبا ما عاد حد يغنى هلا، كلها موالد يعني مدح بحب النبي صلى الله عليه وسلم وموشحات وهيك شغلات، يعني بيحيوا الفرح فيها. كان اول يغنوا موسيقى ويغنوا موالات ويغنوا اخيو هيك اغاني طقاطي صغيره يرقصوا عليها بهالشكل هاي. هلا اليوم مولد عم يقروا مولد، والشباب عم يقوموا يشتغلوا بموشح بيرقصوا كمان، يعني عم يرقصوا على الدف وعلى المزهر، يعني عم ينسروا يعني بهالأمر هذا. هلا بحمص قديما كان عندنا واحد يقولوا له أبو كامل الشاويش يغني بالأعراس غني، وكان واحد يقولوا له أبو مروان الطش، كان واحد يقولوا له أبو وليد زعرور، وكان واحد أخيه أبو نادر، الله يرحمه هذول كلهم توفوا يعني. والله هذيك الأيام على دورهم، يعني أنا على دوري أواخرهم، يعني يجوا بخمسين ورقة، بأربعين ورقة، بخمسة وعشرين ورقة، كله المطرب والفرقة والكل يجوا، يعني قليل اللي ياخذ 100 ورقة. لك كمان كان في اسمه نقول لهم 10، نحن المغنيين 10 يجيبوهم للنسوان، 10 دول بس للنسوان، لأنه ما في مختلط بالنسبة عندنا بحمص، ما في مختلط، يعني النسوان لحال دار والرجال لحال، هدول يجيبوا النسوان بيغنوا لهم 10، بيغنوا وبيرقصوا النسوان وبهنهنوا وبيزلغطوا هيك 10 10، ما 10 10، يعني 10 بيحيوا الساعة، اسمهم 10 مغنيات، ايه بيغنوا بدقوا على العود وبيغنوا للنسوان، بيغنوا لهم بدقوا دربكي وبدقوا على العود، أغاني قديمة كلها أغاني قديمة. إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سورية.